to be second time as an organizer and a supporting sponsor for a Special Olympic event. This is very important for the company, from MetLife Foundation, to support and provide the social responsibility for our life insurance business. And I'm so honored to be here at this event here in Egypt for young athletes. بنحتفل بتاني ايفنت مع شركة MetLife Egypt بالتعاون مع Special Olympics International والأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأولمبياد الخاص المصري. احنا عاملين ايفنت يوم عرض اللاعبين الصغار من سن سنتين لسن سبع سنين بالتعاون مع شركة MetLife. This demonstration has been amazing. It's so well organized. The parents and the kids are engaged. And the MetLife employees are having a great time. It's just phenomenal to see. الايفنت النهارده بيتعمل بشكل جديد. احنا ضايفين السنه دي برنامج كشف اللاعبين وعاملينه بنطبقه على اللاعبين صغار السن. شايفه اقبال كويس جدا، الناس مبسوطه جدا. عندنا هدف ان احنا نساعد اولادنا الصغيرين ان احنا نتدخل معاهم مبكرا في ممارسه الرياضه. علشان خاطر لما يوصل عند سن 8 سنين يكون جاهز رياضيا انه يكون بطل ويشارك في مسابقات الاولمبياد الخاصه بمصر. يعني انا مش قادره اوصف السعاده اللي الواحد فيها، الناس هنا اورجنايز بطريقه جامده جدا، اولياء الامور متعاونين يعني اكتر ما كان الواحد متخيل او متوقع. الاطفال حقيقه الواحد كان فاكر متخيل انه التعامل معاهم هيبقى صعب جدا، بل العكس تماما. احب ابدي شكر للميت لايف فاونديشن والسبيشال اولمبيكس او السبونسرز طبعا على تنظيم اليوم العظيم ده، واحب اشكر كل الاهالي والاورجنايزرز على المجهود الباين، وعايز اقول لهم ان دي حاجه فعلا جزيره بالتقدير. الحمد لله كنت من الناس المحظوظين، السنه اللي فاتت كنت فولنتير في الايفنت سبيشال اولمبيكس، والسنه دي الحمد لله انا الشامبيون بتاع الايفنت. مفيش حد فينا كامل، مفيش حد فينا عنده المواهب كلها، لكن كلنا ينفع نتعايش مع بعض. الإعاقة مش بتوقف الحياة، لكن ده ممكن يبقى سبب إن احنا نكمل في الحياة بطريقة أقوى. الإيفنت ده حاجة بجد كان ليها معنى جدا. المتطوعين كانوا فوق الهايلين، هايلين هايلين. الأولاد كلهم كانوا فرحانين جدا 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 جدا. اليوم كان رائع، فوق الرائع كمان، الأطفال انبسطوا، كان ليهم هدايا ولعبوا براحتهم. شافوا حاجات جديدة ما كانوش هيشوفوها من خلالنا أو من خلال أي مكان تاني. الاحتياجات الخاصة دي عمرها ما كانت حاجز، بل هي ممكن تكون وسيلة ودافع على النجاح. موظفين شركة MetLife كانوا أكثر تعاون، وبشكر طبعا أولياء الأمور ومشرفين الهيئات اللي عندهم أولاد اللي شاركونا النهارده اليوم. كفاية إن هم بيشكرونا وإحنا المفروض إحنا اللي نشكرهم. شكرا لسبيشال أولمبيك وشكرا ليهم على كل حاجة. إحنا اتشرفنا باليوم واتبسطنا جدا كلنا، ويا رب نكون فدنا زي ما إحنا نفسنا استفدنا. كان شرف ليا إن أنا أبقى جزء من إيفنت زي ده. And I'm very happy to be together with everybody here at this event. Bye bye.